هو صحة في مصر. نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين، مع أفضل خدمة مستمرة خلال 24 ساعة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لنا، بمستشفيات نيو هارت المعلمين بالقاهرة ومستشفى النهار بمدينة نصر، وأفضل علاج للأورام بالإشعاع مع خدمة IMRT بمستشفى الخير بالمنصورة والأولى بدلتا مصر. للتواصل مستشفيات المعلمين بالقاهرة 010-688-72-33، الأنجلو 010-28-03-757. نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتعليم جديد في برنامجكم روشتة تعليمية. قبل ما نستكمل حلقة الأمس وقبل ما نتكلم، أنا جالي تقرير من محافظة المنيا من الجهاز المركزي للمحاسبات في مديرية التربية والتعليم في المنيا. السيد مدير مديرية التربية والتعليم المنيا عرض على السيد المحافظ تقرير مغلوط، والنتيجة كانت ايه؟ ان انا ببص في كشف موجود اسمه كشف البركة، بدون لائحة بدون ضوابط، تم توزيع مبالغ بدون وجه حق. السيد مدير المديرية، الغريب ان مدير ادارة التعليم الخاص دخله ايه في فصول الخدمات؟ مدير ادارة مكتب المدير، دي حاجة جديدة اول مرة نسمع عنها، ان مدير المكتب بتاع وكيل الوزارة ليه مكافآت في فصول الخدمات. السكرتارية ليهم، هو ايه يا جماعة الموضوع؟ الحبل ولا الخروف ولا البرسيم ولا الجردل؟ ابص الاقي حاجه اسمها اللجنه الماليه للتوريدات، مراجعه الحسابات والميزانيه بالحسابات، هي دي مسميات جديده في مديريه التربيه والتعليم في المنيا. بعد العرض الخاطئ اللي عرضه السيد مدير المديريه على السيد المحافظ، ما هو موقف وزير التربيه والتعليم من مدير مديريه التربيه والتعليم بيعرض عرض خاطئ، والجهاز المركزي للمحاسبات يكتشف المخالفات دي؟ ده سؤال انا بطرحه للسيد وزير التربيه والتعليم. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم معانا مره تانية، وتكمله حوارنا الشيق اللي بداناه مع حضراتكم امبارح مع قيادتين من اتحاد المعلمين العرب، الاستاذ محمد حليم النقيب السابق للمعلمين بتونس وامين عام مساعد لاتحاد المعلمين العرب، وبرضه بيشرفنا وينورنا الاستاذ حاج محمد نائب امين العلاقات الخارجيه باتحاد المعلمين السودانيين وامين عام مساعد لاتحاد المعلمين العرب. وبنكمل كلامنا عن التاثيرات للحوادث الارهابيه وخطر وتاثير الارهاب على التعليم، هنكمل كلامنا مع حضراتكم لكن بعد التقرير التالي. نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقيتكم ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم. جملة عبقرية نطق بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال فعاليات القمة العربية الأوروبية التي استضافتها مصر في شرم الشيخ مدينة السلام، التي جاءت في معرض الرد على الدول الأوروبية التي انتقدت أحكام الإعدامات لمن تورطوا في حوادث إرهابية
أعادت إلى الأذهان العديد من مشاهد القتل والتدمير التي أحدثتها جماعات التطرف والإرهاب. فأثار داعش في المناطق التي كان يحتلها تؤكد حجم البلاء وحجم الخراب الذي خلفه الإرهاب البغيض. فقد حاول التنظيم وكذلك تسعى الجماعات المتطرفة إلى السيطرة على عقول النشء الصغار، فكان هدفها تدمير دور العلم وتحويلها إلى مفارخ لتفريخ الإرهابيين والمتطرفين والقتلة. وهذه المشاهد توضح المأساة التي عاشتها المؤسسات التعليمية في الفترة التي كانت فيها تحت سيطرة التنظيم الإرهابي. فخفافيش الظلام لا يؤمنون سوى بمنطق الأرض المحروقة، هم يسعون إلى الخراب والقتل والتدمير ومحاربة الأمل، ويسعى الإرهابيون إلى تحويل أقلام الأطفال إلى طلقات رصاص، وتحويل الفصول والمقاعد إلى مخيمات للموت وتوليد العنف وبناء أفكار التطرف. المشاهد المعروضة تكشف أن هناك جهودا ضخمة بذلتها تلك الدول والمؤسسات الداعمة لها من أجل إعادة البناء وعودة المدارس إلى دورها الطبيعي. واتحاد المعلمين العرب برئاسة خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس الاتحاد كان حاضرا وبقوة لتقديم الدعم لتلك أعزائي المشاهدين، بعد ما رجعنا وشفنا التقرير نتكلم مع الأستاذ محمد حليم الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب. إزاي تأثرت العملية التعليمية في البلاد اللي كان فيها داعش وكان فيها إرهاب؟ قبل كل شيء شكرا للاستضافة، و أريد أن أجيب قبل كل شيء، لا يوجد أي قطر لم يتأثر بالإرهاب، بدءا من موله واحتضنه ورعاه وشجعه إلى الدول والأقطار التي كان الإرهاب متعششا فيها بفعل فاعل وبتمويلات نعرف مأتها ومن أين أتت. ثم فيما يخصنا نحن اتحاد معلمي العرب والمعلمين خصوصا، طبعا أول ما بدأوا به هو عقول الناشئة. نحن نعلم أنه خاصة في سوريا والعراق مثالا بدأ التدمير في المدارس، وبدأ التدمير ممنهجا، تدمير في المدارس ثم تدمير الحضارات والأثار وكل ما ينم عن علم وفكر وتنوير وتعليم. إذن هم يقصدون بأن الناشئة هم مستقبلهم. هناك مناهج جديدة درست في خاصة في العراق وفي سوريا، وبهذه المناسبة لابد أن أتوجه بتحية إكبار لنقابة سوريا والعراق التي الآن تحاول جاهدة أن تغير هذه المناهج وتعطي للناشئة الذين تدرسوا وتعلموا هذا التعليم، تعطيهم سرعة جديدة من العلم ومن التنوير. لكن كان رد الفعل هناك تدمير شامل للمدارس، تدمير شامل العقول، محاولة طمس كل هوية عربية، كل هوية إسلامية حدثية تعصيرية. نحن أمة اقرأ أستاذي، أمة اقرأ، يعني نحن نتفتح على كل العلوم وعلى كل الحضارات، وربما تكون الحضارات نحن في مصر الآن والحضارة الفرعونية خير دليل على الإنسان العربي والحضارة العربية الموجودة. هم يريدون طمس هذه الأثار، هذه الشعوب، يريدون تعليما رجعيا تدميريا مدعششا، يعني لا علم لا حضارة لا تطور، انغلاق تام، سفك دماء، قتل، ذبح. ونحن عشنا في سوريا مثلا، زرنا مدارس كاتحاد معلمي العرب، مدارس وقعت تفجيرات داخل المدرسة، يدخل الداعشي بحزامه النازف ويفجر نفسه في المدرسة، لكن قوة السوريين وقوة المعلمين والأولياء والتلاميذ أن المدرسة التي يقع فيها التفجير تفتح من الغد، وبذلك انتصرت سوريا. لو ركنت سوريا إلى الخوف وإلى الرعب من دواعش وارتدت إلى الوراء لانتصر داعش، لكن كان السوريون في قمة الجرأة والدفاع والقوة والشجاعة أنهم دافعوا عن أنفسهم بدءا من المدارس. التلاميذ لم ترهب من الإرهاب، والأولياء لم يرهبوا من الإرهاب، وكذلك طبعا الجيش والمواطن السوري والقيادة السورية.
في مصر كذلك هناك هجوم كبير الآن، ردة فعل قوية على الإرهاب، وهيحدث كذلك في عدة أخطار أخرى كليبيا وكتونس والجزائر الآن يحاول الإخوان المسلمون العودة. نقول إذن العودة إلى المنهاج التربوي العلمي الصحيح، وهذا الآن دورنا كمربين وكاتحاد معلم العرب، نظر إلى منهاج جديد يفتح أفاق العالم. نحن نعتز بلغتنا العربية، نعتز بتاريخنا، لكننا منفتحون على كل محمد. تنوير علمي جديد في العالم نحن نتبناه. أستاذ محمد، حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، وهي الجماعات المتطرفة الموجودة في البلاد اللي فيها حروب أو فيها إرهاب زي سوريا. حضرتك تفضلت وقلت ان هم بيسيطروا على عقول الاطفال او الاجيال القادمه. انا هنا هنقل سؤالي للاستاذ الحاج محمد. بعض المشاهدين مش عارفين ازاي هيسيطروا على عقول الاطفال، خصوصا ان البلاد ديت فيها حرب ويمكن ما فيهاش مدارس، فازاي بيقدروا يسيطروا على الاجيال الاصغر ويضموهم للجماعات الارهابيه، وازاي احنا ممكن نقدر نقضي على ظاهره زي كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله امين. مرحبا باستضافه هذه في قناه مصر البلد. حقيقة يعني الإرهاب ظاهرة خطيرة جدا، والإرهاب أنا في رأيي يقصد منه أنه تشويش أو خراب الإسلام بكامله، بأنه هو دين قتل ودين تشرد ودين إيه ودين إيه ودين إيه، وهذا خطير جدا بالنسبة للأطفال. هم مفكرين أنه لا يستطيعوا أن يزرعوا هذا النظام وهذا الفكر في إلا في الأطفال، لأن الطفل لما يكون في النشأ ممكن هو يعني يستوعب أي حاجة وبسرعة وكده على حسب البيئة الموجود فيها. فلذلك حاولوا أنه يزرعوا هذا الفكر اللي افتكروا إرهابي وقاتل ومدمر للعقل البشري ومدمر للعقل العربي بصفه خاصه. فين يا فندم بنشر الافكار دي؟ يعني هل في المدارس، في دور العباده، خصوصا البلاد دي بيبقى فيها حرب او عدم استقرار في العمليه التعليميه؟ نعم، بيبقى في عدم استقرار في العمليه التعليميه، فالافكار دي بينقلوها للطلبه او الجيل الاصغر ازاي؟ هل في مدرسه، في مكاتب تعليميه، ولا في دور العباده في المساجد والكنائس؟ هم لا، هم في جزء منهم بينقلها في المدارس. والجزء الاخر قد ينقلها في حتات نحن لا نعلمها، خفيه وكذلك، وفي ناس بينقل هذا الفكر برضه داخل كنائس ومساجد معينه، انا اقول داخل كنائس عشان على الاقل يكرهوا او يزرعوا في الاطفال انه هذا الدين الاسلامي وهذا ارهاب وهذا قتل، والدين الاسلامي جروح وقتل وحروب وكذا، عكس ما نحن يعني اسلام منتظم، اسلام متوسط، ونزرع في ابنائنا روح المحبه والاخاء وعدم القتل والالفه وكذا. هم حاولوا يزرعوا العكس عشان يكرهوا الابناء هذه التربيه ويبعدوهم عن بعض. ناخذ من كلام الحاج محمد زين الامين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، ونروح للاستاذ محمد حليم. الفكر بس، هناك جمعيات خيريه تسمي نفسها خيريه وتدرس في ما يسمى بدارس قرانيه، لا نعلم اموالها من اين تاتي، وتدرس هذا 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 التعليم الداعشي الذي يغسل ادمغة الاطفال، وهذا موجود عندنا كذلك حتى في تونس، ظهرت هناك مدارس من هذا النوع. تفضل. الفكر المتطرف لا يمكن القضاء عليه بالسلاح، ولكن يتم القضاء عليه بالتعليم. دور اتحاد المعلمين العرب، صح، نعم، الدول العربيه ازاي بالتعليم نقضي على الفكر المتطرف؟ انت وضعت اصبعك على موطن الداء فعلا، وهذا دورنا ودور النقابات ككل، لانه المحاربه صحيح الجيوش تحارب وتدافع الى اخره، والميزانيات العسكريه كذلك، لكن سلاح العلم وسلاح المدرسة أولا والمربين في المدارس الأساسية والابتدائية خير حافز لضرب هذا التمدد وضرب هذا الفكر الداعشي الظلام. إذا دورنا الآن كيف نحمي أبناءنا، كيف نحمي الجيل القادم من خطر التطرف
من خطر هذا الفكر الذي يدمر ولا يعمر. إذن الآن مطروح علينا اليوم كاتحاد المعلمين العرب بنقباتنا كلها الموجودة المنضوية تحت لواء اتحاد المعلمين العرب أن نفكر جليا في منهاج. طبعا نحن إذا لم تتوحد الشعوب العربية سياسيا على الأقل نتوحد على مستوى المنهاج التربوي الذي يقودنا حتما سيقودنا إلى النصر وإلى النور وإلى العلم وإلى التقدم والتطور. إذن هذا مطروح وفي برنامجنا نحن كذلك في اتحاد المعلمين العرب هذه نقطة رئيسة بالنسبة لنا ولابد من التفكير العميق فيها ليس وحدنا كمربين بل هناك إطارات كفة أكاديمية وعلمية كبيرة في كل الأقطاع العربية لابد أن نلتجئ إليها ونستجد بها ونتحدث معها ونأخذ منها زبدة الفكر كيف نحمي ناشئتنا من هذا الفكر الداعش. يعني هل حضرتك تقصد بالفكر دوت ان احنا نوحد المناهج الدراسية على مستوى الوطن العربي؟ نسعى نحن نسعى الى ذلك لكن ليس طبعا نحن كل قطر له برامج صح؟ لكن لنا نفس الاهداف على الاقل يكون في كل برنامج هناك شعار موحد يجمع هذه الاهداف التي نرمي اليها. نحن لا نستطيع ان نفرض على كل الاقطار العربية منهاج معين لكن كنقابات سنبدأ مشروع سنبني مشروع نقدمه إلى وزراء التربية في أقطارنا وطبعا بمشاركة المجتمع المدني إلى آخره ونقدم له مشروع يمكن أن يأخذ بنصفه بكله بجزء منه لكن على الأقل هناك خط رابط بيننا كلنا جميعا كأقطار عربية وكمعلمين وكناشئة في مدارسنا أن يكون هذا الخط الرابط يدرس للتلاميذ لحمايتهم من هذا الفكر الظلامي الداعش. يعني الهدف واحد لكن المحتوى مختلف طبقا لكل دولة. طبعا حاج محمد زين هل يمكن لاتحاد المعلمين العرب أن هو لو وحد المناهج أو على الأقل اللغة العربية اللي هي لغتنا لغة القرآن وقدرنا نوحد على مستوى الدول العربية عن طريق الاتحاد فيها هل ده ممكن يكون ليه تأثير قوي على ان نقول ان ده بنعالج ما بعد داعش؟ انا في رأيي انه اذا قوينا او وحدنا هو طبعا اللغة العربية الان موحدة في كل الدول العربية برضو اذا وحدنا الـ 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 يعني مثلا الفكر الاسلامي وفهمنا بأنه هذا الفكر الإسلامي فكر بسيط وفكر بيجمع الناس وفكر ذو سماحة وذو علاقة وذو معاملة أنا تخيل لي نحن حنمرق من فكر داعش لأنه الفكر الداعشي فكر عكس الموجود الآن على على المستوى العربي الآن الفكر الداعشي هو يهدم الأمة العربية ويهدم أنا في رأيي العلاقة الحلوة الموجودة بين الشعب ان كان في المعامله الاسلاميه الوسيطه او الغيره فهذا هذا نحن لو وحدنا الفكر من ناحيه عربيه موجود لو لحدنا الفكر الاسلامي ككل بانه نورنا او فهمنا النشئ بانه نحن كعرب من البدايه انه نحن بنعيش في وسط اسلامي موزون واخويه موزونه ومعاملات مربوطه مع بعض فيها السماحة وفيها الطيب وفيها المعاملة أنا متخيل ده المخرج الأساسي من فكرة داعش لأنه الابن الصغير هو بيتربى على الفكرة اللي هو يزرعه في فهمه. الأستاذ أحمد حليم طبعا هو بنتوجه بالشكر أصلا لنقابة المعلمين السورية ونقابة المعلمين في العراق الشقيق للجهد زي ما أنت قلت كده الجهد الكبير اللي هم قاموا بيه في ما بعد داعش وشفنا في فصول كثيره جدا بيعالجوا فيها الاولاد حاليا فيها. دور الاتحاد المعلمين العرب في دعمه في سوريا والعراق او في الدول اللي هي بيحاول داعش يخترقها ازاي احنا نحمي الدول الجديده اللي هو بيحاول يحترقها زي دلوقتي حاليا احنا شايفين في المغرب العربي شايفين في دول المغرب العربي عندنا حاليا بيحاولوا دلوقتي موجود على الساحة وانا شايفين الدنيا ايه اللي يعمله اتحاد المعلمين العرب مع النقابات في دول في تونس والجزائر والمغرب بحكم ان دلوقتي شايفين رؤية مش كويسة ايه دور الاتحاد اللي ممكن يقدر يعمله؟ احنا طبعا في علاقة وتواصل دائم مع نقاباتنا
القطرية، وهذه النقابة شعرة طبعا بثقل المسؤولية، وهم من خيرة الأعضاء المكونين لمجموع الاتحاد المعلم يارب، ويحاولون طبعا جهدهم للدفاع عن التعليم، أو التعليم نقصد بالتعليم التعليم العمومي، لأنه مع الأسف الشديد وهذا لابد أن نقوله أن هناك تعليم خاص الآن يضرب التعليم العمومي والمدرسة العمومية. نقصد بالتعليم العمومي أي التعليم الحكومي الذي تتولاه الدولة ويصرف من ميزانية الدولة. لكن ما نلاحظه اليوم وبكل أسف وبكل ما نقوله حزن هو أن الميزانيات المخصصة للتعليم هي فقيرة وضعيفة إلى أقصى الحد، لا تفي بالحاجة. وكل النقابات، لا أقول فقط في 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 شمال إفريقيا فقط، بل كل النقابات تعاني من هذه المشكلة، وتحاول أن ترمم المدرسة العمومية حتى يؤمها كل الناشئة، وحتى نطور أولا الأداء المربي، تكوين المربي هو كذلك يدخل في هذه الخانة، المدرسة الجاذبة ليس المدرسة النافرة التي تنفر التلميذ، لابد أن تكون هناك مدرسة تجلب التلميذ، وكذلك البرنامج الذي النقابات هي بصدد، وأنا أذكر مثلا في تونس وأنا من تونس، هي بصدد مع الحكومة انطلقت في مشروع تجديد المضامين وتجديد المناهج الجديدة برؤية جديدة، برؤية واضحة، برؤية علمية، برؤية فعلا تؤدي بنا إلى رفض هذا الفكر الداعشي والفكر التحاوري النقاش الذي يبني على النقد وعلى النقد الذاتي وعلى رفض كل ما هو تطرف، كل ما هو يؤدي بنا إلى القتال وإلى الدمار. إذن دعوة كذلك لكل الأقطار العربية وخصوصا اتحاد مال المغرب أن يتبنى هذه الفكرة، وهي موجودة لكن على أرض الواقع كل من له تجربة في قطرب الأقطار يمكن دراستها والتطويرها أو الإضافة لبعض الأشياء حتى نتمكن ترويجها كما سألت الأخت، ترويجها على كل الأقطار العربية الأخرى بتبني من اتحاد مال المغرب. نظرا لضيق الوقت أعزائي المشاهدين، هي كانت فرصة عظيمة جدا لنا أن يتواجد معنا في برنامج رشيدة تعليمية في قناة مصر البلد أن يكون متواجد معنا الحاج محمد زين والأستاذ محمد حليم من المساعدين لاتحاد المعلمين العرب، وكانت فرصة لوجودهم في القاهرة أن نستضيفهم في برنامج رشيدة تعليمية لطرح الرؤى وطرح المشاكل في الدول العربية وداعش والإرهاب. توجه بالشكر الأستاذ محمد حليم الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، كل الشكر والتقدير للحاج محمد زين الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، بنشكركم ونورتوا مصر. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله على خير بإذن الله في حلقة جديدة وبرنامجكم روشيتا تعليمية. شكرا. أقوى صحة في مصر، نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين، مع أفضل خدمة مستمرة خلال 24 ساعة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لنا، بمستشفيات نهارة المعلمين بالقاهرة ومستشفى النهار بمدينة نصر، وأفضل علاج للأورام بالإشعاع مع خدمة IMRT بمستشفى الخير بالمنصورة والأولى بدلتا مصر. للتواصل مستشفيات المعلمين بالقاهرة 010-688-72-33، الأنجلو 010-728-03-757. نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين.